مش كنا رحنا البيت واتغدينا هناك اوفر؟ انت هتحسبيها من دلوقتي؟ ايوه طبعا، انت لازم تتعلم تضغط مصاريفك دي شويه. الحياه في انجلترا غاليه موت، واكله زي دي تكلفنا يجي 200 استرليني. 200 استرليني جبتيها منين دي؟ عموما يا ستي الميزانيه هتبقى في ايدك، وانت بقى ماشينا زي ما انت عايزه. وما تبقاش الميزانيه في ايدي ليه من دلوقتي؟ عارف لو المصروف كان في ايدي كنت زماني قلت لك يلا بينا على ماما وبابا نتغدى معاهم ونوفر القرشين، اكيد هنحتاجها في اي التزامات جايه، بدل ما تحتاج من مامتك فلوس تاني. يا حبيبتي ما انا حسبتها، انا لقيت ان احنا هنروح الشهر العقاري بعد ساعه، وطبعا لو رحنا عند بابا هناكل اكل طنط ماجده الجامد قوي مع كوبايه الشاي المتين وكلمتين في ضحكتين، ولا هنتحرك من مكاننا اصلا. فاني الاحسن بقى؟ لا يا حبيبي كان ممكن نلحق. لا يا حبيبتي مش هنلحق، لان الفتره المسائيه ما بتقعدش كتير. وفيها ايه؟ كنا رحنا الصبح. الصبح الصبح زحمه جدا يا بنتي، وانا محتاجه اوسخ ورق قد كده. مفيش فايده فيك، انت مسرف وانا هفضل وراك لغايه اما اعلمك تبقى اقتصادي. ماشي انا اسف. عموما انا مسلم لك امري، اعملي اللي انت عايزاه وانا موافق عليه. مفيش اكل بره البيت بعد الجواز. حاضر. وكل المصاريف بنظام، مش هتبقى سبهلله. تمام يا فندم. انا ما بعملش مشاكل يا يوسف، انا بتكلم بالاصول. ما تزعلش مني، انت متحيز لحسام. انا متحيز لحسام؟ انا ما وقفتش مع جوازهم الا لما حسيت ان سلوى بتحبه ومتمسكه بيه. يعني سلوى هي اللي بتحبه ومتمسكه بيه وهو لا؟ انا جرالك ايه يا ماجده؟ ليه بتفسري كلامي غلط؟ انا ما بفسرش كلامك غلط يا يوسف، انا اقصد ان لو هو بيحبها وهي مش متجاوبه معاه كان لا يمكن اقف معاهم في جوازهم. انا كل اللي يهمني هي مشاعر سلوى، وانا اللي يهمني المحافظه على بنتي وسمعتها. ما انا قلت لك هما استاذنوا وانت نايمه، واللي اخرهم دلوقتي انهم بيكملوا الورق اللي هيوثقوه في الشهر العقاري. هدي اعصابك بقى، انا عارف ان كل اللي حصل لك ده نتيجه احساسك ان حسام هياخد منك سلوى ويسافر. فعلا انا مش عارفه اعيش من غيرها ازاي. هتعرفي وهتتعودي، لان دي سنه الحياه. الدنيا عماله تفضى من حواليا والله يا فاطمه، مش عارفه لما يسافر حسام هعمل ايه. ما قلنا كده من الاول، قلت اطلعوا من البلد. المهم دلوقتي ادعي له ان ربنا يرجعهولنا بالسلامه، مرفوع الراس ومجبور الخاطر. يا قادر يا كريم يا رب العالمين، مش عارفه منال لما تسيب لي البيت هي كمان وتتجوز هعمل ايه؟ كاني لا خلفت ولا ربيت. يا اختي كفى الله الشر، ربنا يخليكي ليهم. ما تقوليش كده، مش عارفه لما منال هتتجوز وتسيب البيت هقعد انا في البيت ده اعمل ايه بس. طب ما تبني لها شقه فوق هنا في البيت. منال تقعد هنا؟ لا يا اختي، ده هتتجوز راجل غريب، لازم اخد لها شقه على النيل. اها طب ما هو سر رياض الله يرحمه اتجوز هنا، وبعد منه سحسان. رياض انا حكمت عليه يسكن هنا عشان يبقى قدام عيني وجنب شغله، وما تاخدوش مني بنت رمزيه. حتى ما رضيتش ابني له فوق، قلت لا عشان الباب يبقى في وش الباب. لكن حسام مش عارفه بقى لما يرجع هيوافق يقعد هنا ولا هيعمل ايه، مش عارفه. لا والنبي، ده حسام طيب وبيحبك ومش ممكن يسيبك ابدا. لسه ما نعرفش الغربه هتعمل فيه ايه. عندك حق، ربنا يخلي لنا ولاد سر رياض الله يرحمه، هم مالين علينا الدنيا. ما عشان كده جوزت نبيله لحسام عشان يفضلوا ولاده في حضني. يا حبيبتي ربنا يخليهم ليكي ويخليكي ليهم، وتشوفي ولاد ولادهم على حياه عينك يا رب. يا رب. ويا ترى يا حسام يا ابني ايه اللي هيحصل لك؟ وايه اللي هيتغير فيك بعد السفر؟